حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الأمم المتحدة تحث السعودية على وقف ترحيل 700,000 يمني. موقع إخباري يسرد قصة معاناة تربوي من مدير مكتب التربية في الحديدة إلى تائه في شوارع صنعاء. صحيفة عربية تتحدث عن معركة قادمة في الحديدة. وفي أخبارنا المنوعة، منع نشر الملابس على شرفات المباني في العاصمة الجزائرية. أهلا بكم. أطقم ميليشيات الحوثي التي شاهدها أمس الأهالي وسط مدينة ذمار لم يعرفوا في البداية وجهتها، ولكن وفقا للموقع بوست فقد كانت تريد اعتقال أحد الأطفال. وعنوان الموقع: ميليشيا الحوثي تقتحم منزلا بذمار وتختطف طفلا. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل مواطن بشارع 13 يونيو في مدينة ذمار وسط اليمن واختطفت طفلا يبلغ عمره 13 عاما. أوضحت المصادر أن الميليشيات قامت بإطلاق النيران أثناء محاولتها اقتحام منزل المواطن ميثاق محمد الجبلي وشقيقه علي محمد الجبلي، مشيرة إلى أن الميليشيا اقتحمت المنزل واستخدمت السلالم للصعود إلى سطح المنزل. وذكرت المصادر أن الميليشيا أحضرت نساء لاقتحام المنزل بحجة أنهن شرطة نسائية، وأطلقن الرصاص الحي على البيت، وهو ما أثار الرعب لدى النساء والأطفال في المنزل، واعتقلت طفلا يبلغ من العمر 13 عاما. ميدانيا يتابع موقع المصدر أونلاين في أحد أخباره: القوات الحكومية تسيطر على ميناء الحيمة جنوب الحديدة وكهبوب شمال لحج. وقال الموقع أن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها على ميناء الحيمة جنوبي الحديدة بالتزامن مع سيطرة وحدات عسكرية على منطقة كهبوب شمال غربية لحج. وقالت مصادر ميدانية للمصدر أونلاين إن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها على ميناء الحيمة شمال الخوخة وتقدمت باتجاه مديرية التحيتة، وأسفرت المواجهات عن مقتل 12 من ميليشيات الحوثي، كما قتل 6 من القوات الحكومية. في سياق متصل، سيطرت القوات الحكومية اليوم على منطقة كهبوب أطراف مديرية المضاربة شمال لحج بعد انسحابات ميليشيا الحوثي إلى الوازعية. ويأتي انسحاب الميليشيات بعد يوم على انسحابها من مركز مديرية موزة نتيجة قطع القوات الحكومية خطوط إمداداتها من مفرق البرح غرب تعز. إذن بلقيس في عامها الثالث: المهنية والإنسانية. تحت هذا العنوان كتب بشير زندال مقاله حول الذكرى الثالثة لانطلاق قناة بلقيس، مضيفا في جزء من المقال: في كل الحروب يتخندق صناع القرار السياسي والحربي وراء آلات إعلامية يحولونها من قنوات إعلامية إلى قنوات حربية تشتغل لمصلحتهم وتعمل على قلب الحقائق كي يكسبون الحرب. تتحول القنوات إلى أسلحة بيد سياسيين تنحاز مصداقيتها لطرف واحد، تقلب الحقائق فتجعل الضحية قاتلا أو القاتل ضحية. تتبرأ أغلب القنوات في زمن الحروب من إنسانيتها وتصرخ حين يصاب طرفها بمكروه وتغمض عينيها حين يصاب الأبرياء في الطرف الثاني. وحدها بلقيس كانت الإنسانية هي منهجها الإعلامي، ومهنيتها هي من جعلت أغلب الشرائح الاجتماعية في اليمن تثق بها. تخندقت وراء الإنسان اليمني كان وحده من تعمل لأجله، الإنسان الذي نسيته كل وسائل الإعلام ونسيه المقاتلون من الطرفين. تذكرته بلقيس وظلت تشتغل من أجله وتوصل صوته وترفع يده الجريحة وتضمد جراحه. ما إن يحدث قصف جوي لأهداف مدنية كعرس سنبان أو مستشفى حجة أو ضحايا القناصات في تعز إلا ووجدنا القناة تصرخ بأن الإنسان اليمني موجوع هنا. هي القناة الوحيدة التي غطت أخبار وأوجاع الإنسان اليمني في كل شبر في اليمن وحتى خارج اليمن. هي الوحيدة التي كانت مع الطلاب المفادين يوميا في اعتصاماتهم في السفارات مطالبين بحقوقهم وتأخر المنح، في الوقت الذي غطت بقية القنوات الطرف عن أوجاع الطلاب اليمنيين. وفي الوقت الذي تخندقت كل قناة يمنية مع طرف واحد يلمعون صورة طرفهم ويمسكون صورة أعدائهم، كانت هي القناة الوحيدة التي صرخت في وجه التحالف وفي وجه الحوثيين معا، ومسحت الغبار والدماء من على وجه الإنسان اليمني البسيط. صحيفة الأيام تابعت واحدا من أكثر الموضوعات التي تهم المغتربة اليمنية في السعودية، وعنونت الصحيفة: الأمم المتحدة تحث السعودية على وقف ترحيل 700,000 يمني.
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن السعودية طردت 17 ألف مهاجر يمني حتى الآن، وهناك مخاوف من أنها قد ترحل ما يصل إلى 700 ألف إلى مناطق الحرب والبؤس في بلادهم. تضيف الصحيفة: تفرض المملكة غرامات مالية وعقوبات بالسجن وترحل المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم دون وثائق هوية سليمة في مسعى لتقليص حجم السوق السوداء للعمالة. وقال محمد عبد كير مدير العمليات والطوارئ في المنظمة للرويترز: تمت إعادة نحو 717 ألف يمني فقط بسبب وضعهم كمهاجرين في السعودية، وهذا ينطبق أيضا على مهاجرين بشكل غير مشروع أعيدوا إلى بلدان مثل بنغلاديش والفلبين وإثيوبيا. وأضاف المسؤول الأممي: موقفنا أنه لا يمكنك إعادة الناس إلى بلد مثل اليمن، لا سيما وأنت تقصفه بنفسك. لذا هل هناك طريقة يستطيع من خلالها السعوديون استثناء اليمنيين حتى يصبح لديهم بلد يمكنهم العودة إليه؟ تسرب الخلاف الاتهامات التي حدثت فيما تبقى من مجلس النواب الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء إلى الإعلام، حيث تبادل رئيس حكومة الانقلاب الاتهامات مع وزرائه في جلسة البرلمان. وقال عبد العزيز بن حفتور إن وزير التجارة والصناعة في حكومته عبدو بشر متهم بالتقصير والفساد، وإنه لا يعمل في مبنى الوزارة وتنصل منها وقام باستئجار مكاتب في حي حدا يصل إيجارها إلى 4000 دولار بدلا من العمل في وزارته. ووجه بن حبتور الاتهام لبشر بكونه المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانتشار السلع المنتهية والفاسدة في الأسواق المحلية قبل شهر رمضان، وما يواجهه من وقت إلى آخر من اختناقات خاصة في مادة الغاز المنزلي. من جانبه اتهم بشر رئيسه عبد العزيز بن حبتور بصفته رئيسا للوزراء بعدم اتخاذ أي إجراءات لوقف التدخلات الكثيرة التي تأتي من خارج وزارة الصناعة والتجارة. يحيى الراعي رئيس البرلمان الواقع تحت سيطرة الميليشيات قال إن عبد بشر يستند في اتهاماته لوزراء حكومة الحوثيين غير المعترف بها إلى معلومات من الفيسبوك. لا يمكن تصنيف تصرفات أبو ظبي في جنوب اليمن إلا في خانة أعمال الوصاية وفرض التبعية في المجالات كافة وعلى كامل مساحة الجغرافيا التي تعود إلى حدود ما قبل الوحدة بين الجنوب والشمال في مايو أيار 1990. هكذا بدأ رئيس تحرير العرب الجديد بشير البكر مقاله تحت عنوان أبو ظبي والوصاية على جنوب اليمن، مضيفا في جزء من المقال: زينت أبو ظبي للجنوبيين حضورها العسكري وقامت بحملة إعلامية وعلاقات عامة واسعة على أساس أنها سوف تحول عدن إلى دبي ثانية من دون أي مقابل. مرت قرابة 3 أعوام على وجود قوات أبو ظبي في جنوب اليمن، ولم تحل حتى مشكلة كهرباء عدن التي كانت قد خططت لإصلاح الأعطال التي أصابتها خلال شهر، لكن في هذا الوقت تمكنت من السيطرة على كامل مرافق الجنوب وخصوصا المطارات المدنية والعسكرية والمرافق بما فيها مرفأ عدن الذي يعد أكبر ميناء في المنطقة، وأهلته بريطانيا خلال احتلال الجنوب ليلعب دورا رياديا يغطي المنطقة الممتدة من الهند حتى شرق أفريقيا. وبنت أبو ظبي عدة جيوش تتبع لها من حيث القيادة والتمويل والتسليح، وصارت تتحكم من خلالها بمحافظات الجنوب. قوات الحزام الأمني تحكم عدن ولحج ويمتد نفوذها حتى أبين والضالع. قوات النخبة الشبوانية تسيطر على محافظة شبوة، وقوات النخبة الحضرمية للهيمنة على حضرموت، وامتدت منذ الفترة الأولى لحضورها في الجنوب نحو جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، وتبعد عن عدن مسافة 350 كيلومتر، وذلك لأهمية هذه الجزيرة التي كانت قاعدة سوفيتية خلال الحرب الباردة، وخصوصا غناها البيئي بالنباتات والحيوانات النادرة. تفجر الموقف ضد أبو ظبي من داخل سقطرى على خلفية محاولة أبو ظبي منع رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر من زيارة الجزيرة وتقييد حركته ومضايقته من أجل المغادرة، لكنه رفض قبول الأمر الواقع الذي أقامته قوات أبو ظبي في الجزيرة، وحرك الشارع ضدها وفضحها إعلاميا وسياسيا، وهو ما استدعى إرسال لجنة سعودية للتحقيق عادت بخفي حنين لأن قوات أبو ظبي لم تكترث لها. لخصت أزمة سقطرى خلال 3 أيام كل ممارسات أبو ظبي في جنوب اليمن، وعكست الموقف الرسمي والشعبي ضد الوصاية والتبعية.
في أحد شوارع صنعاء كان رجل سبعيني يهيم على وجهه، لا يعرف أين هو ولا إلى أين سيذهب. لكن من هو الرجل الذي تحدثت عنه المواقع الإخبارية اليمنية؟ حيث عنوان موقع المشاهد نت: قصة أنجح تربوي في اليمن وكيف جرف المرض ذاكرته وتنكر له الجميع. وقال الموقع: محمد سعيد محمد صالح اسم يتذكره أبناء محافظة تعز من خلال مشواره الإداري في إدارة أكبر مؤسسة تربوية في تعز، وهي ثانوية تعز التي كان من مخرجاتها جيل من الشباب المتعلم المتفوق. يضيف الموقع: في عهد إدارته أصبحت ثانوية تعز الكبرى من أهم الصروح التعليمية في اليمن، تخرج منها الآلاف من الطلبة المتفوقين بفضل أساليب الإدارة المتميزة. ورغم ذلك تم إبعاده من إدارة ثانوية تعز الكبرى وبقي من دون عمل حتى أصدر له قرار كمدير لمكتب التربية بتعز، ومن بعد ذلك عين مديرا لمكتب التربية في محافظة الحديدة. ولكن أين هو حاليا؟ يقول الموقع أن الناشطين تداولوا صورا تظهر مدير التربية الأسبق في أحد شوارع صنعاء وقد أنهكه المرض وبدا على ملامحه التعب والضياع. وأضاف الموقع إن محمد سعيد يعاني منذ سنتين من دون أي اهتمام أو التفات من الحكومة أو حتى طلابه الذين يتولى بعضهم مناصب سياسية واقتصادية رفيعة في البلاد. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. شهد الساحل الغربي لمحافظة الحديدة اليمنية معارك عنيفة حيث احتدمت المواجهات هناك، وحققت القوات المشتركة من الجيش الوطني اليمني والمقاومة تقدما وفقا لصحيفة الحياة التي عنونت في صفحتها الرئيسية معركة الحديدة تحتدم. وأفاد مصدر ميداني بأن القوات الحكومية تقدمت باتجاه مدينة حيس في طريقها إلى مديرية الجراح واشتبكت مع مسلحي الميليشيات، فيما سيطرت وحدات من الجيش الوطني على جبال كهبوب بين محافظتي لحج وتعز شرق باب المندب، وتستمر في محاصرة مجموعات أخرى من الميليشيات في معسكر العمري بعدما قطعت خطوط الإمداد عنها. كما ركزت الصحيفة على زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى مقر قيادة القوات المشتركة في وزارة الدفاع السعودية في الرياض. وقالت الصحيفة إن الرئيس هادي استمع لإيجاز عن سير العمليات العسكرية في اليمن. تابعت صحيفة العرب الجديد التدهور الحاصل في الجانب الصحي، وعنونت الصحيفة في تقرير خاص: نداء لإنقاذ حياة 2636 مصابا بالسرطان في إب اليمنية. وقالت الصحيفة إن المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في محافظة إب وجهت نداء استغاثة للمعنيين في الحكومة وأهل الخير لتوفير الأدوية الخاصة بالسرطان وإنقاذ المرضى والتخفيف من معاناتهم. وقال مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان في إب بليغ الطويل، قال إن المؤسسة أصبحت شبه عاجزة عن تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بالسرطان لعدم توفر الأدوية الكافية وعدم القدرة على شرائها عاجلا أو آجلا بسبب المديونية على المؤسسة وعدم سدادها. وأوضح الطويل للعرب الجديد أن تكلفة الأدوية الكيميائية التي يتم شراؤها للمرضى تصل إلى 28 مليون ريال يمني شهريا، مشيرا إلى أن هذه العملية توقفت تماما نظرا لعدم توفر الموارد المالية. وبين أن مديونية المؤسسة لدى الصيدليات ومراكز الإشعاع والمختبرات بلغت 30 مليون ريال يمني، معبرا عن أسفه لعدم قدرة المؤسسة على القيام بدورها في تقديم خدماتها للمرضى والتخفيف من معاناتهم. إذن يوما ما ستنتهي هذه الحرب، ستنتهي بطريقة أو بأخرى،
لابد أن تنتهي، فكل الحروب التي حدثت في التاريخ انتهت، ولا يوجد حرب استمرت إلى ما لا نهاية. ستنتهي الحرب، فعيشوا حياتكم كيفما تيسرت ولا تبالغوا في إحباط أنفسكم كثيرا. هكذا تنصح صحيفة الأيام قراءها في مقال ذيلته باسم ياسين الحميدي الذي أضاف في مقتطفات منه: لا تتصالحوا مع الخراب وتمسكوا بنبذ مخلفات الحرب، وبجانب هذا لا تخسروا عافية أرواحكم ولا تسرفوا في القنوط. حافظوا على أقصى قدر ممكن من العيش بحيوية، وأما الحرب لا بد أن تنتهي وتلك حتمية ثابتة. ستنتهي الحرب حين تنتهي صلاحيتها، ولن تنتهي صلاحيتها إلا حينما يستعيد الإنسان ذاته الكاملة، وذلك حينما يقضي على كل طفيليات التاريخ، تلك التي تنخر جسد الشعوب وتقوض إرادة الإنسان كي تحكمه بالقوة وتعبث بمصيره كيفما شاءت. سيتعب المتحاربون ويشعرون بالملل من هذه اللعبة الطويلة. ستفقد الحرب إثارتها في خيالاتهم، وسيترك المتحاربون بنادقهم ثم يعودون للقرى. سيتعبون وسيعود الفلاح للحقل كي يحرث أرضه ويستخرج الحبة. راعي الأغنام سيحس بحاجته لصعود الجبل وترديد المهاجل الشعبية على التلال. سيحن لوظيفته القديمة، سيتذكر ويغادر الجبهة. سيقف الجندي في ليلة مقمرة ويسأل نفسه بعد منتصف الليل: ما الذي يصنعه هنا في هذه الفلاتة الموحشة؟ وفي الصباح سيحزم أمتعته ويعود. كل المقاتلين سيتفرقون بسبب أو بآخر، وستبقى الحرب وحيدة ثم تموت. في الغد يذهب التلاميذ إلى المدرسة دون خوف، وفي الغد سنسير في شوارع المدن آمنين، نردد الأناشيد كما كنا نفعل أول مرة، ونكتب الشعر ونمضي في بناء الدولة. ستنتهي الحرب، فلنكن متفائلين إذن، فلنكن متفائلين كي تنتهي، وما زلنا على قيد الحياة، وما زلنا قادرين على البناء من جديد. بالانتقال إلى الأخبار المنوعة، يأتي أبرزها من وكالة الفضاء الأمريكية، حيث عنونت صحيفة الشرق الأوسط: ناسا تعلن إرسال طائرة مروحية لكوكب المريخ. حيث قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إنها سترسل طائرة مروحية صغيرة في إطار بعثة عام 2020 لوضع مسبار من الجيل التالي على سطح المريخ، في أول مرة يتم فيها استخدام مثل هذه الطائرات في عالم آخر. وقالت ناسا إن الطائرة المروحية الخاصة بكوكب المريخ ستعمل عن طريق التحكم عن بعد، وهي مصممة للعمل في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ بمروحيتين تدوران بشكل عكسي، وتدور مراوح الطائرة بسرعة 3000 لفة تقريبا في الدقيقة، وهو ما يزيد 10 مرات تقريبا عن معدل الطائرات المروحية على الأرض. وقالت ناسا إن مسؤولي التحكم على الأرض سيصدرون الأوامر للمروحية للقيام بأولى رحلاتها بعد شحن بطارياتها وإجراء الاختبارات، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تهدف إلى إظهار مدى صلاحية وجدوى استخدام مثل هذه الطائرات على المريخ. في أخبارها المنوعة، علقت صحيفة القدس العربي في صفحتها الأولى: منع نشر الملابس على شرفات العمارات في العاصمة الجزائرية. وأكدت الصحيفة أن رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش أعلن بأن نشر الملابس على مستوى شرفات العمارات ممنوع من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 6 مساء. وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى في إعلان موجه للمواطنين: يتوجب على الجميع التعاون من أجل إظهار الوجه اللائق للعاصمة عموما والبلدية خصوصا، وإعطاء منظر مشرف. وأضاف الإعلان: الجميع معني بالمشاركة في هذه المبادرة والتعبير بشكل حضاري من أجل الإسهام في واجهة حسنة لمباني البلدية نظافة وجمالا. إذن صحيفة الجارديان البريطانية وثقت الأحداث التي شهدها العالم من خلال مصوريها الذين طافوا نواحي مختلفة من العالم. نستعرض الصور في جولتنا المصورة.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.